السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم جميعا. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. دائما مع تنوع الوصفات، اليوم إن شاء الله وبإذن الله نديروا مع بعض وصفة البراج أو المبرجة. كل منطقة في بلادنا كيفاش يسميها هذه الوصفة اللي نحضروها في أغلب الولايات استقبالا لفصل الربيع. إذا نجوزوا مع بعض نشوفوا كيفاش نحضروا هذه الوصفة. هنا باش نحضروا هذه الكيفية تاع البراج يلزم لنا السميد. اولا عندي 3 كيلات تاع السميد، هنا عندي سميد متوسط، 2 كيلات سميد متوسط وكيلة رطب رقيق كامل. عندي كيلة تاع عيدام، هنا من بعد نكمل لها بالزيت. هنا تحبوا ديروا سمن، زبدة ولا مارغارين دايبة ما تكونش سخونة، من بعد تكملوا لها بالزيت تعمروها كامل. عندي هنايا كيلة تاع حليب، هنا درت نص كيلة حليب نكمل لها بالماء ونزيد لها شوية تاع المزهر باش نبل بها العجينة. هذا المزهر، وهذه عجينة تاع التمر عجنتها نقيتها قبل رحيتها وعجنتها بالزبدة مليح، ودوك بقى غير نزيد لها شويه المطيبات هادو، شويه تاع القرفه وشويه تاع القرنفل، ونعجنها بالمزهر طبعا. هذا الجلجلان، اذا عندي هنايا تقريبا 4 ملاعق تاع الجلجلان، ندير نص في العجينه ونص نديرو في عجينه التمر. اذا نجوزو دوكا للطريقه تاع التحضير، تشوفوا معايا كيفاش نحضر هذه الوصفه تاع البراج. الكيله الاولى هذا سميت قلت مويا، كاين يديرها كامل بالمويا وكاين في بعض المناطق يديروها كامل بالرقيق هكذا. الكيلة الثالثة دائما انا نحب نديرها بسميد رقيق هكذا باش تعطيني طراوة للبراج ديالي. انتم الا ما حبيتوش ديروا كيما مالفين 3 كيلات سميد مويا، ولا حبت تجرب باش تشوف كيفاش تجي تجرب، يعني هذه ماشي قاعدة. الكمية تاع الزبدة نزيد عليها الزيت نعمرها كامل هكذا. ملاحظة البنات، نركز على المبتدئات طبعا، كي تذوبوا الزبدة ولا لا مارغارين ذوبوها على نار هادية، خلوها تبرد تماما، من بعد صفيوها من هذاك الماء اللي يجي فيها ولا الحليب، هذاك اللي خسرنا الحلوة ولا يبسنا الحلوة. بسم الله، هكذا ونبدا نخدم هكذا بين يديا، هكذا ندخل كامل هذاك الليدان في السميد. شوفو كيفاش تجي، هنا ناخذ الجلجلان. انا هنا عندي هاد النوعية تاع الجلجلان، هذا محمص نشري هكذا محمص، نقيتو ما فيه والو. دوك هكذا ندير حوالي 2 مغارف تاع ماكلة، ولا كان عندكم هذاك الجلجلان الابيض اللي يجي ماشي محمص حمصوه في المقله ولا في الكوشه، وزيدوا كميه منه هكذا في العجينه. يعني هذه صح ادوها من عندي تجيكم بزاف بنينه، انا مجربتها. نخلط دوكا الجلجلان ومن بعد نحفر حفره في الوسط وندير كميه من الملح. هنا الكميه ناخذ مغرفه تاع قهوه هكذا كيما نديرو في الكسره. الحليب زدت عليه شويه تاع الماء، نزيد عليه واحد شويه تاع المزهر باش يعطينا برك الرائحه هكذا. ودوك هذا نبدا ما نرميش الماء على جهه، نبدا نرمي بشويه ونحرك بشويه ونحرك حتى وين نشوف العجينه بدا تشرب. وما تنساوش بلي هنا كاين سميد المويا، يعني سميد المويا يشرب. هكذا ندوبو بهذاك الملح ونبدا ندور فيها غير هكذا باطراف الاصابع بلا ما نعجن. ايضا نصبر عليها غير بالعقل باش هي مع اللي راهي مع الليدام وكامل تبان كي شغل مشمخه، بصح هي تبدا تشرب تشرب بشويه. شوفوا هي بدات تشرب، هذيك نفتتها ما نخليهاش تولي لي كامل عجينة كتلة وحدة. نكمل هذاك الحليب، هذا
دائما غير بالعقل. كي نشوفها هكذا تشم خف نزيد نصبر عليها شويه، هذاك السميد المويه يشرب هكذا بالعقل بالعقل حتى نكمل الكميه تاع الماء، ومن بعد نتوما تشوفوا ممكن تكملوها ممكن ما تكملوهاش على حسب السميد تاعكم. كملت كامل الكميه تاع الحليب اللي وريت لكم، طميتها هنا كوره وغطيتها. دوك نمروا للعجينه تاع التمر، شوفوا كيفاش هاي طريه هنايا، نقيتها بطبع جوزتها في الرحيوه، رحيتها زوج خطرات، وزدت لها كميه من الزبده وعجنتها مليح. هنا نزيد لها نص مغرفه تاع القرفه وغير شويه تاع القرنفل كما كنتوا تشوفوا، على واحد ربع مغرفه تاع القهوه، خاطرش القرنفل يجي بزاف قاطع ما ديروش بزاف. كيما انا دوك ندير غير هاد شويه نعجنها ونشوف. نزيد الكميه تاع الجلجله اللي قعدت لي هكذا، نفرخها كامل وحوالي زوج مغارف تاع ماكله، ودوك نطمها ونعجن، ندخل هذاك الجلجلان في الغرس. بعد ما عجنته مليح دوك نزيد له شويه تاع الماء زهر، ندير على دفعات ما نديرش على مره، غير بشويه حتى نشوف العجينه تاع التمر تاعي ولات طريه. هذاك الحين نحبس، نديرها كره، نغلفها بالفيلم بلاستيكي ونخليها. كلش راه واجد هنايا، التمر، العجينه، هنا العجينه قسمتها على زوج، وحده اصغر من الاخرى. ودوك نبدا نحل. انا نحل العجينه تاع التمر او الغرس كما نسموه حنا، هكذا نحلو فوق ورق بلاستيكي، الا قاعد يلصق لكم زيدوا ورقه من الفوق وحلوه وشكلوه هكذا دائره. نحل العجينه هذه الاولى، نحضروا هاد البراج في حلول عند حلول فصل الربيع، وهكذا نعمروا قفه وندوا القهوه والفواكه العاب للاطفال، ونخرجوا خارج المدينه يعني في مناطق وين في الهواء الطلق، ونحتفلوا بحلول فصل الربيع. ولكن هاد العام الله غالب جات مع هاد الظروف. ادعوا معنا يا البنات، ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا البلاء وسوء الداء، وان شاء الله العام الجاي نكونوا من الاحياء ونحتفلوا كما مولفين كل عام. بعد ما حليت الطبقه الاولى تاع العجين دوك نرفد عجينه تاع التمر الدائره الثانيه، اذا هذه الطبقه الثانيه نحطها فوقها، نسويها كامل ونحط فوقها الطبقه الثالثه تاع العجين. بسم الله. دوك نقلبها، شوفوا كي حطيتها هنايا بوغا بوغ باسكو تالمو لي مبسه وطريه ما قدرتش كامل نرفدها هكذا، ونقلبها فوق خطاها، ديرها شويه كبيره باش نغلق كامل هاد الاطراف. كي قسمت العجينه قلت لكم بلي واحده صغيره وواحده كبيره، اذا العجينه صغيره درتها هي من تحت الاولى، والثانيه درتها من الفوق باش تجي شويه كبيره كيما راكم تشوفوا، راني نغلق بها كامل الجوانب. نزيد نحلها، كيما راكم تشوفوا البنات درتها غير بالطريقه الكلاسيكيه كيما مولفين نديرو، اذا ثلاثه طبقات تاع الاولى تاع السميد، الوسطانيه تاع التمر، واللي فوقها تاع العجين. كاين في بعض الولايات والناس نعرفهم يديروها يزيدوا طبقه واحده اخرى تاع التمر ويزيدوا طبقه واحده اخرى تاع العجين، يعني خمس طبقات كامل. انا ندير غير هكا تاع ثلاثه، بركات يكفي. هكذا دوكا نحلها كامل، نسكبها ونشوف على حسب السمك اللي حبيته انايا، لا حبيتها عاليه نحبس ولا حبيتها رقيقه نزيد نمشيها شويه. وانايا اللي مليح هنايا عندي هاد الرسومات تسمى الخطوط هادو نتبع عليهم هكذا. نقولو هكذا بعد ما حليتها كامل كسلتها، عندي هاد الطابع هذا نطبع به، عندي زوج اشكال يعني نحب ندير من هاد الجهه مسرحه ولا من هاد الجهه اللي فيها الاسنان هكذا، ونحط ونقطع. هكذا ندير حسابي باش يكون عندي اقل خسائر تاع لي شوت، باش ما يكونوش يقعدوليش الزوائد بزاف. نحطو على حساب العجينه تاعي في الطول في العرض هكذا، كيما هنا دوك نحبط شويه هكذا باش ما تروحليش هاد الحبه الفوق هكذا، ونزيد هنا تاني نفس الشيء نطلع
هكذا بس هكذا. وهنا يا هادو نكمل نقطعهم غير بالسكين. هكذا الحبات تاعي راهم واجدين. دوكا نروح نسخن الطاجين ونبداو نطيبو كيف كيف باش البراتش تاعنا ما يجوش محروقين ويجو شابين في طيابهم. نحطو في الاول طاجين تاع الطين، ماشي لازم تاع المطلوع، نقدروا نديرو المسرح. نحط فوقه طاجين تاع الحديد، كي يسخن مليح نقصلو للنار ونبداو نطيبو البراتش تاعنا. هنايا قبل ما نحطهم كيما راكو تشوفوا هكذا كامل نسكمهم من الاطراف تاعهم هكذا كامل، نحيهم بالوحده ونسكمهم، ومن بعد نبدا نحط في الطاجين. هذه الطريقه تاع طياب انا جربتها، الحق يجوا هايلين ما يجوش محروقين، يعني طريقه ما شاء الله. ودوك هكذا نبدا نحط فوق الطاجين بعد ما سخن، نحطهم بعد ما سكمتهم كامل نحطهم بالوحده، نعسهم في طيابهم. انا هذه ديجا يشتت روحها خلاص نقلبها، وهكذا نبقى نقلب فيهم ونطيبهم نعسهم، نروح نولي عليهم حتى نكمل كامل الكميه اللي عندي. ان شاء الله طريقتي في تحضير البراش تكون عجبتكم، هكذا تجربوهم تفرحوا بهم وليداتكم والعائله تاعكم. كما شفتوا البنات الشرح كان مفصل، يعني طريقه سهله تقدروا تحضروها بكل سهوله حتى المبتدئات، يعني اكو شفتوا ماشي وعره كامل للتحضير، يعني ركزوا برك وهكذا تبعوا الخطوات وان شاء الله تنجحوا في تحضيرها. هاي لك البنات المبرجة تاعنا ولا البراج بعد ما كملتهم، شوفوا كيفاش جاو ما شاء الله، جاو محمرين. حتى هذيك طريقة تاع طياب اللي قلت لكم تساعدكم بزاف، شوفوا شاهدكم في الجنة جات يعني ما شاء الله، حتى الذوب جات الذوب في الفم جات طرية. ان شاء الله نتمنى تجربوها وتنجحوا في تحضيرها. بالمناسبة البنات ما ننساش نشكر كامل كامل المشتركات الجدد، نقول لكم مرحبا بكم، اهلا وسهلا بكم في قناتكم، وان شاء الله المحتوى تاع القناة يعجبكم. وهكذا لحقنا للنهاية تاع الفيديو تاع نهار اليوم، ابقى لي غير نضرب لكم موعد مع فيديو جديد ووصفة جديدة، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والى اللقاء.